يا مساء او صباح الفل عليكم في كل مكان. معدنا دلوقتي مع الرعب وقصه جديده. النهارده الحلقه رقم 99 في الموسم الثاني من برنامجنا الرعب الاذاعي حولنا، وحلقتنا النهارده هي قصه بعنوان مصنع الزجاج، كتبها لنا محمد شعبان او نقلها لنا من على لسان احد متابعيه، وبيقولوا انها حصلت له بجد. بس مبدئيا كده قبل اي حاجه، من فضلك دايما وانت بتسمع تنزل تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو القصة دي عجبتك تضغط لايك وتعمل شير. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا كبير عيلتنا، امي ست بيت وما بتقدرش تشتغل، وابويا راجل عاجز قاعد على كرسي بعجل، اما بقى اخويا الصغير فده لسه في اعدادية. وبرغم يعني من انه بيشتغل في ايام اجازته، الا اني كنت بحاول اكفي دايما مصاريفه على قد ما اقدر. المهم علشان ما اطولش عليك، انا كنت شغال في مصنع ازاز. كنا في المصنع ده بنعمل الكوبايات والاطباق الازاز. اشتغلت في المصنع لفتره طويله قوي، لحد ما مع الوقت المصنع قفل لان صاحبه فلس ومعظم العمال اللي فيه مشيوا، وانا طبعا منهم. بعدها فضلت فتره قصيره قاعد في البيت وما بشتغلش. في الوقت ده كنت بدور على اي شغلانه تاكلني عيش انا واهلي، لحد ما اشتغلت قهوجي بس برضه مرتحتش. بعد كده وقفت في محل اكل وبرضه مرتحتش. اشتغلت شغلانات كتير كلهم بصراحه ما قدرتش اكمل فيهم لانهم ملهمش اي علاقه بمصنعي بصناعتي. انا راجل صنايع ازاز، بس كنت بقى هعمل ايه يعني؟ انا كنت بنحت في الصخر علشان اجيب فلوس اصرف بيها على اهلي. ففضلت من الشغلانه دي للشغلانه دي، لحد ما في يوم اتصل بيا واحد صاحبي كان بيشتغل معايا في مصنع الازاز، المصنع الازاز القديم. بصراحه فرحت قوي اول ما شفت رقمه، وفرحتي زادت اكتر واكتر لما لقيته بيقول لي ان هو ومعظم العمال اللي مشوا من المصنع بعد ما قفل كلهم نزلوا شغل في مصنع تاني، مصنع كبير. بس المصنع ده كان فيه عيب، وهو انه كان في منطقه مقطوعه وبعيده عن منطقتي. بس بصراحه كده انا مهمنيش العيب ده خالص، ولا همني اي حاجة. انا كل اللي همني وقتها هو ان انا انزل اشتغل في مجالي، وكمان المرتب اللي كان مقارنة ببقية الشغلانات التانية كان كويس جدا جدا. وعلشان كده عرفت عنوان المصنع من صاحبي ورحت له. رحت له تاني يوم، قعدت مع صاحب المصنع وقلت له ان انا كنت شغال في مصنع ازاز قبل كده، وشرحت له بقى الظروف اللي خلتني سيبت الشغل. فوافق انه يشغلني والحمد لله اشتغلت. لكني من اول ما اشتغلت في المصنع ده وانا كنت بسمع كلام غريب من العمال. يعني مثلا في يوم ووقت ما كنا كلنا بنتغدى، اتكلم واحد من العمال القدام اللي بيشتغلوا في المصنع ده من زمان، وقال بقلق وبتوتر: يا ريت يا جماعه اي حد بيسهر يشتغل بالليل يشغل قران جنب منه، احنا مش عاوزين حد يتاذي بالله عليكم. وقتها بصيت له استغرب وسالته: اشمعنى يعني يا عم سمير؟ هو المصنع فيه مشكله ولا حاجه؟ رد عليا وهو بيبص لزمايله اللي كانوا موجودين من قبل كده: هتقولوا له انتوا يا رجاله ولا اقول له انا؟ والله العظيم انا ما كنت عايز اتكلم ولا تقولوا بنقطع عيشكم ولا حاجه، اصل الناس الجديدة اكيد ما يعرفوش اللي فيها. لما قال كده بطيت عليه بحزم: هو في ايه يا عم سمير؟ ما تتكلم وتقول اللي عندك. وقتها اتكلم عم سمير وقال: من حوالي سنة بالظبط كان شغال معانا شاب، الشاب ده كان بيشرب مخدرات وكانت احواله مش تمام يعني. فالشاب ده حب بنت، ولما اهلها رفضوه لانه بيبرشم وبيشرب مخدرات اتجنن، عمل كل المحاولات علشان يقنع اهل البيت انه يتجوزها، بس للأسف هو عمل كل حاجة إلا إنه يبطل الهباب اللي كان بيبلعه ده. وعلشان كده أهل البيت فضلوا مصممين على رأيهم، وكمان خطبوا البيت لابن عمها. لكن الواد بقى أول ما سمع بخطوبة البيت اتجنن، فضل سهران لوحده في المصنع بحجة إنه هيخلص شغل. أتاري كان سهران علشان يفضل يشرب ويبلع لحد ما في الآخر ذبح نفسه. الواد انتحر والمصنع هنا اتقفل لمدة شهر، وبعد كده رجع يشتغل من تاني.
بس من يوم اللي حصل ده وأي حد بيصحى يشتغل لبعد الساعة 12 لازم يسمع أصوات ويظهر له عفريت الواد المباشم إياه. خلص عم سمير كلامه وكل اللي قاعدين بصوا لبعض بخوف واستغراب. وخليني أقولك إن في شوية من العمال بعد ما عرفوا الحوار ده مشوا من الشغل، إنما أنا بقى وصاحبي اللي جنبي اللي جابني ففضلنا قاعدين في المصنع. وطبعا مع قلة العمال وكتر ضغط الشغل اضطرينا إننا نسهر نشتغل ساعات زيادة بمقابل مادي أكبر علشان يعني نقدر نغطي الطلبيات المطلوبة مننا. وبصراحة خليني أقول لك إننا لما كنا بنسهر مع بعض في مجموعة ما كناش بنشوف أي حاجة. بس في اليوم اللي سهرت فيه أنا وصاحبي ده فجأة وإحنا قاعدين شغالين لوحدنا نور المصنع اتقطع، ولعنا كشافات تليفوناتنا وحاولنا نخرج أنا وهو، لكننا فجأة اتسمرنا في مكاننا قبل ما نوصل للباب لما سمعنا صوت راجل بيعيط أو بيئن، معرفش الصوت عامل فينا ايه. انا حسيت وقتها ان جسمي كله اتشل، لا بقيت قادر اجري ولا اتكلم ولا حتى اقرا اي قران انا حافظه. اما صاحبي بقى فده سمعت صوته وهو عمال يصرخ، بس فجاه سمعت صوت جسمه وهو بيتهبد على الارض. ثواني وتسمرتهم في مكاني، عدوا عليا سنين لحد ما قدرت بعدهم اشد صاحبي واجري. بس وانا بجري خبطت في حاجة، والحاجة دي كانت بضاعة من شغل الازاز اللي بنشتغل فيه. ولان الدنيا كانت ضلمة فانا ما حسيتش ان حصل لي مصيبة في ايدي لزقت بيها الحاجة او الازاز اللي وقع عليا. ما حسيتش بالكارثة دي الا لما خرجت من المصنع. ما هو انا لما خرجت وشديت صاحبي لبرا كان هو ابتدى يفوق ويستوعب اللي حصل، وقال لي انه فجأة لما سمع صوت العياط الدنيا ظلمت وحس ان في حد ماسكه من رجله وجسمه، جسمه كله ابتدى يترعش. اما انا بقى فانا اكتشفت ان دراعي الشمال اللي حوشت بيه الازازة من على جسمي اكتشفت انه جرح كبير قوي. جرح اتسبب لي في قطع بعض الاوتار، وبسبب اللي حصل ده فانا لسه لحد النهاردة دراعي الشمال ما بيتحركش، او تقدر تقول كده انه بيتحرك حركة ضعيفة قوي. وده طبعا اللي خلاني ما بقتش قادر اشتغل زي الاول. طبعا سبت المصنع اللي صاحبه طلع اصيل واداني مبلغ مالي قدرت افتح بيه مشروع زي كشك بقالة كده، ودينا اهو لحد النهاردة واقف فيه انا واخويا الصغير. عدى 7 سنين على اللي حكيته لك ده، وانا دراعي الشمال تقريبا ما بقاش نافع، وزميلي اللي اتشنك ده هو كمل في الشغلانه لكنه لحد النهارده، وبالرغم من انه اشتغل في مصنع تاني الا انه لسه بتجيله حاله التشنجات بالرغم من انه راح للشيوخ كتير، بس لسه حاله زي ما هو. اما المصنع فانا عرفت انه اتقفل بعد اللي حصل لي انا وزميلي ده 3 شهور، وقالوا انه اتقفل لاسباب اقتصاديه مع انه في الحقيقه اتقفل لاسباب لا يعلمها الا الله. دي حكاية الشاب اللي فاتح كشك بقالة في منطقتنا، هو حكالي الحكاية دي وأنا كتبتها لك وبعتها لك يا أستاذ أحمد. وعلى فكرة هو فعلا دراعه ما بيتحركش، كل الناس اللي في المنطقة بيأكدوا كلامه ويقولوا إنه كان صنايعي إزاز شاطر قوي لحد ما حصل له اللي حصل. دي كانت قصة بعتها لي أحد القراء، ولك الحق عزيزي القارئ في التصديق من عدمه. القصة دي نقلها لنا محمد شعبان من على لسان أحد متابعيه بيقول إنها حصلت له بجد وقابله هو شخصيا. فلو عجبتك أنت كمان يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا معكم أحمد ربيع من قناة قصص رعب مع كبو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.